معانا عبر الهاتف الآن على الجانب الآخر الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي. يا كابتن محمد هارد لك، النهاردة عملتوا مباراة كبيرة ولكن انتصار في اللحظات الأخيرة للفيوتشر. يا كريم بشكرك جدا وكل سنة وانت طيب. الحمد لله يعني ماتش كويس، بس مش عارف اقول ايه، اتظلمنا جامد يا كابتن كريم. حضرتك تتحدث على حالات تحكيمية. طبعا. لا النهارده خطا فادح يا كريم، صدقني انا ما شفتوش، يعني ده خطا في القانون بقى، مش خطا حكم انه اوفسايد، لا ده خطا في تطبيق قانون التحكيم. تطبيق قانون التحكيم. يكتب عليا ضرب الجزاء وانا في اول دقيقه في الشوط الثاني، وكره من رجل خالد رضا اللي هو لاعب انبي لايد مصطفى تيودار اللي هو لاعب انبي، يحكي ضرب الجزاء. القانون بيقول ده غلط، ده خطا فني يا كابتن كريم، مع احترامي البيلين ده هو اللي غير نتيجه المباراه. ده بيلين غير نتيجه المباراه، والمشكله مش كده، المشكله مش هو، مش خطا حكم هو في الملعب، لا ده الحكم حسب كورنر، الفار استدعاه، لك ان تتخيل يعني الفار مش عارف قانون التحكيم. الحكم راح وهو جاي، قلت له خلي بالك كابتن عشان دي من رجل زميله. الحكم راح حسب، لا الموضوع صعب جدا. هو هيبقى نتكلم على التحكيم يا كابتن كريم، وانت عارف يعني نادي انبي كلكم ناس محترمين. في النهايه لا احنا اتظلمنا ظلم باين. يعني عايز اقول لك ان اول انذار في المباراه الحكم محمود مرعي لازم ياخد، مش هقول لك احمر، ياخد انذار حسب فاول علينا وادى الكريم واداله انذار، يعني كان ممكن كمان يلعبوا 10. النهارده بصراحه الحاجه الاخيره اللي برضو مستغرب لها جدا، الحكم ده كان موقوف بقاله فتره وراجع على ماتش انا مع فيوتشر. يعني انا طبعا ببارك لفيوتشر الكوره، بس في النهايه اما بتغلب كوره عادي طبيعي، انما اما بتغلب باخطاء تحكيميه فادحه وواضحه وصريحه، لا الموضوع لازم يبقى فيه اعاده نظر. وانا من هنا بقول لك ان احنا ان شاء الله بكره نقدم شكوى جامده، وانا هطالب باعاده المباراه، حتى لو في بعض الحكام بيقول لك مش الخطا ده اللي يضايق، بس في النهايه انت ظلمتني. حضرتك بتتكلم على طلب باعاده المباراه؟ طبعا ده خطا في القانون. خطا في القانون، ده قانون. هتقولنا يا جماعه يعني كمان الكابتن جهاد يقول لنا راي، اكيد الكابتن جهاد جريشه هيقول لنا كمان راي في القانون، انا يعني ما اعرفش بصراحه، بس كابتن جهاد جريشه هيبقى انا رئيس لجنه التدريبات في منطقه القاهره. طبعا طبعا اكيد حضرتك لا انا بقول لك العفو يا فندم، لا ما اقصدش انا اي حاجه طبعا بالظبط، لا انا اقصد ان نروح زي بيقولوا كده ايه الناس المتخصصه اللي هو الحكام عشان ياكدوا كلام حضرتك او يرفقوا يعني. طبعا انا فاهم، بس اقصد اقول لك ان ده قانون. ما ينفعش انا اسف يعني حكم يحكم بعكس القانون، يعني لو في تسلل ومش واضحه بتعدي، انما ده قانون. دي ضربه الجزاء يا جماعه اللي انتوا جايبينها، بعد اذنك يا كابتن هاتوا الحاله مش ضربه الجزاء، يعني هو كابتن محمد بيتكلم على الحاله نفسها بتاعت ضربه الجزاء. هنجيبها حالا دلوقتي، اتفضل هاتوا عشان الكابتن برضو الكابتن محمد يقول لنا رايه فيها. بص لا ده مش هي، هتقولنا يا جماعه حاله هي دي خالد رضا بيطلع الكرة، وبص الكرة رايحة فين؟ تخيل انت متخيل ان مصطفى ديودار الكرة رايحة كده هيوقفها بايده؟ يعني بص 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 خالد رضا اهو، بص ايه ده بيجري. طب ما انا الحالة قبلها في ماتش الاهلي وكانت ايده كبيرة وبقى واللعيب بتاعنا اللي لعب الكرة ما اتحسبتش. فواضح ان في مش يعني، لا النهارده الموضوع كان صعب قوي يا كريم في الحقيقة يعني. وحرام ان فرقة تتعب وبالسهوله دي تخسر 3 بونت. طيب. لا احنا كده يعني بصراحه انا اول مره ابقى متضايق كده. انا طبعا التحكيم كلهم على راسي وحبايبي واصدقائي كله، بس مش للدرجه دي يعني، انا ما ينفعش اني اتغلب كده. طب كابتن يعني كابتن محمد ايه رايك؟ كابتن جهاد جريش معانا على الهاتف دلوقتي، نسمع رايه فيها ويكون مع حضرتك برضه قبل ما نقفل مع حضرتك. يا كابتن جهاد مساء الخير، مشرف ومنور. كريم مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينا. الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي يتحدث عن حاله ضربه جزاء فيوتشر، يتحدث انها غير قانونيه، يعني مش مظبوطه. بص يا كريم، احنا عندنا في كره القدم او لمسه اليد بالذات عندنا حاجتين اتنين لا يمكن نحتسب فيهم لمسه يد او خطا لمسه اليد. الحاجه الاولانيه لما اللاعب يلعب الكوره، اللاعب نفسه يلعب الكوره من رجله لايده،
حتى لو ايده موجوده في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم لا تحتسب لمسه يد او ركله جزاء. تمام. الحاله الثانيه لما انا كمدافع العب الكوره من رجلي لايد زميلي اللي موجود في نطاق اللعب في مسافه صغيره حتى وان كانت ايده موجوده في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم. وبالتالي الحاله اللي قدامنا دي من الحالات اللي منصوص عليها نص صريح في القانون ان بلي اون استمر اللعب في شكل جزاء لان الكوره جايه من الزميل لزميله اللي موجود ايده في وضع غير طبيعي ولكن المسافه اللي موجوده مسافه صغيره لا يعاقب عليها بخطا لمس يد. وبالتالي كان قرار الحكم في الملعب بركله ركنيه كان قرار صحيح لكن للاسف لما تم استدعاء خاطئ من الفار وطلع للفار وشاف اللقطه وللاسف غير قراره القرار الخطا باحتساب ركله جزاء. وكان عايز اقول لك ان اللقطه ديت لقطه مؤثره في نتيجه المباراه لان المباراه انتهت 3-2 لصالح فيوتشر وده طبعا خطا كبير في مباراه كبيره زي انبي وفيوتشر. يا كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح العظيم وده اللي قاله حرفيا كمان الكابتن محمد اسماعيل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. يا كابتن محمد تاكيدا لكلام حضرتك اكده الكابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كريم انا عايز اقول لك وكوره بتتلعب الجهاز جنبي بيقولوا لي ده بقى قلت لهم يا جماعه استحاله يحسب ده قانون ما علينا يعني بس انا بس عايز اوجه كلمه بعد اذنك كريم ان احنا الدوري السنه دي انا شايفه دوري كويس ودوري قوي مش مستحمل هذه الاخطاء. انت حضرتك بنتكلم والجماهير بتعمل مش احنا برضو بنساعد بشكل مستفز شويه ان احنا بنستفز الجماهير بالاخطاء اللي انا هقول ده ألف بيه يعني انت لك ان تتخيل ان انا الحكم اللي هو بيطبق القانون عشان يديني حقي ويدي الفرقه الثانيه حقها مش عارف القانون. ده ينفع ده يصح في الدوري المصري لا. اللي احنا بنطالب ان هو يبقى حاجه كويسه وبنطالب انه يعلى وبنطالب انا 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 يعني عندي حاجات كتيره كلام كتير بس للاسف ما اقدرش اقوله طيب لان انا ايه رايك احنا في توقيت صعب ما ينفعش ان انا اهيج الدنيا بس انا عندي برضو كلام كتيره ممكن اقوله انا مش عايز امشي في الكلام اللي هو الناس ممكن تاخد لا خلينا نتحدث دائما في اطار المباراه وعشان كده انا كابتن محمد عايز استغل تواجدك معايا واقول لك انه انبي يتحسن كثيرا عن بدايه الموسم على مستوى الاداء وعلى مستوى حتى يعني النتائج لسه محتاجه تتحسن اكيد افضل من كده عشان يبعد شويه عن المناطق اللي تحت بس الاداء واضح انه تحسن جدا النهارده. انبي كان ند قوي جدا لفيوتشر بصراحه. والله انا عايز اقول لك ان الكابتن طلعت ما شاء الله يعني عامل معاه شغل كويس جدا مع الاولاد ومحفظهم والكابتن طلعت طبعا غني عن التعريف انا ما ينفعش اتكلم عليه بس هو حد بصراحه انا شايف ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله يا كريم في صعود ان شاء الله وهترجع الفتره اللي جايه انت زي ما كانت ان شاء الله وبس احنا فعلا احنا تحسن كبير جدا واديك انت شايف الدنيا ماشيه معانا كويس كناحيه فنيه ان شاء الله الفتره اللي جايه التوفيق من عند ربنا والنتائج تتحسن ونتحط في المكان كابتن محمد الطبيعي. كابتن محمد في تدعيمات للفريق خلال يناير ان شاء الله هيبقى في تدعيمات في حوالي من ثلاث لعيبه كده ممكن ثلاث لعيبه شراء ولا اعارات؟ ممكن بنسبه كبيره هيبقوا شراء ان شاء الله يعني هيبقى شراء. في لعيبه هتمشي في الفتره دي ولا كل اللي موجودين مكملين؟ والله ممكن ناس تمشي وممكن لا يعني في ممكن ناس تمشي وفي ممكن لا يعني. تمام. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.